يعني انت كل شغلك مع هي اللي اسمها ام كرمو جوزها ما بتعرفي عنه شيء؟ ابدا، اليوم اول مره بقعد معه. عظيم، يعني اختصار الدلالة. الله يتم عليك يا ست هند. مع نسيم شو ناوية؟ بعد فضيحة الوزارة متفاجأة فيه لدرجة مو قدران يشوف وجهه. ايه بدك ترسي على بر يا هند وتوضحي كل شيء، لأنه من الآخر عم قل لك وضعك وترتيبك وشكلك هيك كلك على بعضك الحقيقة ما عاد يشرفني. يا بترجعي وحدة من هالبيت مثلنا مثلك، يا أما ضبي أغراضك واحملي حالك وهجي، أو مثل ما بيقولوا بالكلمة الدارجة هالكام يوم استقلي. بدي شوف شي بهالكام يوم وبأسرع وقت. عم تفهميني؟